في خطوة تصعيدية خطيرة، استهدفت الطائرات الإسرائيلية منزلاً في بيت يحون قضاء بنت جبيل بغارة جوية أسفر عن استشهاد 5 قادة للحزب، ليتبين أن المنزل كان يستخدم كمركز في قيادة العمليات. ولكن اللافت أن المنزل المستهدف يقع في منطقة خارج نطاق قواعد الاشتباك التي تشهد أعمالاً حربية بين الحزب والجيش الإسرائيلي، مما يشكل خرقاً لهذه القواعد. وعقب ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي عن قصف أهداف لحزب الله وبنية تحتية له من دون تحديد مواقع الاستهداف. ومن بين الشهداء الذين سقطوا في بيت يحون نجل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، عباس رعد سراج، وخليل شحيمي، وأحمد مصطفى، وبسام كنجو، ومحمد حسن شري، إضافة إلى استشهاد علي شبيب محسن بعد إصابته بجروح خطيرة توفي على إثرها لاحقا. النائب رعد ظهر متماسكا بعد تلقيه الخبر، فنعى نجله بكلمات مؤثرة: مبارك للشهيد سراج، ومبارك لسيد المقاومة سماحة السيد حسن نصر الله الذي علمنا كيف يكون آباء الشهداء. محمد رعد ليس القيادي الأول في حزب الله الذي يقدم أحد أبنائه شهيدا، فقد سبقه لذلك العديد من القادة الكبار، وأبرزهم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي استشهد نجله هادي في 12 أيلول عام 1997 خلال معركة بين الحزب والقوات الإسرائيلية في منطقة إقليم التفاح جنوب لبنان. وكذلك استشهد الأمين العام السابق لحزب الله السيد عباس الموسوي برفقة نجله وزوجته في 16 شباط من العام 1992 بعد قصف لمروحيات إسرائيلية استهدفت موكبه. وفي 18 كانون الثاني 2015 قتل القيادي في حزب الله جهاد مغني في غارة جوية إسرائيلية بهضبة الجولان السورية، ليلتحق بوالده القائد في الحزب عماد مغني، والذي قتل في 12 شباط من العام 2008 في دمشق. وأثناء إسعافه لأحد رفاقه في جرود البقاع خلال اشتباكات مع داعش عام 2015، التحق علي أحمد يحيى بوالده الشيخ أحمد يحيى الذي استشهد في العام 2000. أبداً دائماً لا إله إلا الله. أبداً عليك يا سبيل، لبيك يا نصر الله.